بيك متضايق منك شي؟ لا أمي، ليش لي تضايق؟ ليش لك عن سينم خانم؟ لما حتلي قال يعني بيكون أحسن إذا نحن تركنا الشغل. لا والله أنا ما عملت ولا شي. استني، نسيت أعطيك المصاري اليوم. لك تعي تعي تعي، شو هاد؟ شو هالمصاري هدول؟ شو هاد يا بنت؟ 500 يورو. شو؟ لك شو هاد؟ ما يفكر الزلمة إنه مضيعهم بعدين يسألنا عليهم؟ لا يمكن مخربط معي. روحي رجعي له ياهن، يلا روحي يلا أوام. لا تتأفقفي ولا يلا. سينم خانم، أنا هلا كنت طالع لعندك. شو في؟ مشان لافاند بيك. اسمعي فريحة، شغلك على اليخت ما لي أي علاقة فيه، اتفقنا؟ إذا كان عندك أي مشكلة مع لافاند، استني بس تروحي لعنده مرة تانية. أنا ما بحب كون وسيطة بهيك شغلات أبداً لو شو ما صار.